المئات من العجلات العسكرية والآليات المدمرة بعد المعارك الشرسة التي خاضتها القوات الأمنية ضد تنظيم داعش. فهذه الآليات المدمرة كانت قد شاركت في الخطوط الأمامية، ولأجل وضع السياقات العسكرية في مسارها الصحيح بعد القتال أعيد تأهيل وإصلاح تلك الآليات من جديد لتكون جاهزة لأي عمل عسكري طارئ. يعني بعد خروجنا من المعارك القاسية اللي مريت بها مع داعش الإرهابي في كافة قواطع العمليات، قمنا بالاستعداد للمراحل المقبلة القد البلد يتعرض لها. قمنا بحملات لعجلاتنا الدروع، عجلات القتال الباقية، وكذلك عجلات الخط الأول. الآن مرحلة إعادة وتأهيل الأسلحة والمعدات والضبط والتدريب، ونشوف المعنويات عائلة إن شاء الله عالية جدا. هنالك عدة مراحل صارت، وهنالك تسابق وتنافس شريف بين الفرق في إكمال استعدادها القتالي. رئيس أركان الجيش وخلال افتتاحه معرض الآليات المؤهلة في مقر الفرقة المدرعة التاسعة أكد أن هذه الخطوة تأتي لاستكمال الجهوزية العددية والآلية للقوات المسلحة، لا سيما وأن الحرب الأخيرة ضد داعش قد أثقلت الميزانية العسكرية، ما جعل الفرق العسكرية تعتمد على جهودها الذاتية في عملية التجهيز والإصلاح. خطوة أنه نقول دائما في السياقات ننجح، في التدريب ننجح، ولذلك بعد الانتصار الكبير على داعش أطلقنا حملة النصر الكبير في قيادة المدرعة التاسعة لإعادة تصليح وتأهيل نقلية الخط الأول، واللي تعتبر دائما اليد الضاربة بيد الآمر لمستوى آمر وحدة أو آمر تشكيل، تأمل له جانبين مهم، جانب الحركات والجانب الإداري. رجعت العجلات كما كانت على أسبقيتها، والآن نحن مستعدين لأي طارئ يأمرنا به القائد العام للقوات المسلحة أو القيادات العليا. إعادة تأهيل هذه الآليات بأحجامها واستخداماتها المختلفة أمر من شأنه أن يسهم في تطوير قدرات المقاتلين، لا سيما وأن عملية الإصلاح تدخل ضمن مجال التدريب والتطوير العسكري الذي كان له الدور الأكبر في حسم المعارك. ثلاث سنوات من القتال الصعب خاضتها هذه الآليات العسكرية كان لها النصيب الأكبر من الخراب والدمار جراء العمليات العسكرية، وها هي اليوم تخضع لعملية إعادة تأهيل لتكون جاهزة لأي طارئ عسكري. أرشد الحاكم، الرشيد الفضل.